إذن رحم الله الفقير وألهم ذويه الصبر والسلوان. ولأن الدموع كذلك أبت أن تفارق عائلة أنيس محفوظ برجم، فعيد الأضحى بميل له طعم خاص، فرحلة البحث عن أنيس المختطف منذ 9 أيام لا تزال متواصلة. سفيان بوعون والتفاصيل. كلنا أنيس هو الشعار الأكثر تداولا منذ يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ اختفاء الطفل بنرجم الذي تحول إلى النقطة الاستقطابية الوحيدة رغم عيد الأضحى المبارك. وش راه نقول لك، يا ربي يكون معاهم، الله ربي يصبرهم ويكون معاهم، بربي إن شاء الله بإذن الله يلقوه. فرادى ومثنى خرجوا بيد رجل واحد لعلهم يعيدون البسمة الضائعة عن والديه وأهله، فلا انشغال لهم سوى إيجاد البريء أنيس الذي لم يعد ملكا لعائلته بل للمجتمع الجزائري. داونا طفل فيه مرة 4 سنين ولا 5 سنين، باش احنا ما عندناش عوايدنا هادو باش يخطفوا الدراري صغار. انا يا خويا لوبجيكتيف تاعنا خويا الدولة تعاوننا، الشعب يعاوننا، هذه يا خويا مسألة وطنية، ماشي تعب دي وزوج وثلاثة وربعة، فهمتني. لم يترك المجتمع المحلي إلا فكرة وجسدها لعلهم يصلون لنتيجة، فالمراكب سواء سيارات وحافلات وشاحنات كلها تحمل صور أنيس. خير وعافية إن شاء الله بلي، هذا ما نهضر على ربي، إن شاء الله يستر ربي يردوا الموت على خير وعافية. يلقاوهم ماليه إن شاء الله ربي، إن شاء الله يصادفوا فيه يا ربي ويطيحوا فيه بالحلال. هذا هو شهود، هو اللي نهضر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج على أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب الآخرة. صدق رسول الله.